السلام عليكم إخواني المشاهدين، في هذا الفيديو الذي أقدمه لكم كيفية تجديد الإطلاع للرفوف تحميل السلع. إذا المشاهدين الكرام، هذه الرفوف معدنية من الحديد والزنك، كانت قديمة في أحد المستودعات، فمن أجل حمايتها من التكاؤل يجب إطلاؤها بالصباغة، فقمت بعدة مراحل لتجديدها. أولا، شيء أقوم به صباغة الزوايا والتركيز عليها، لأن هذه الرفوف قمنا باختيار لها لونين في البني والرمادي. فبعد صباغة الزوايا والحروف أقوم بالإطلاء في الداخل، أي السقف، وأنزل معها بالصباغة على الحروف، ثم صباغة المساحة والواجهة. بعد انتهائها بالرمادي أستعمل البني في الأعمدة والزوايا، وطرف آخر في الأسفل كل الحروف. فدقة الصباغة والإطلاء تدريجيا ومع التركيز والملاحظة. فهذه الرفوف جد مهمة للتجارة، فكثير من الناس قاموا بتجهيز محالاتهم التجارية فوجدوا مشكلة كيفية وضع الرفوف في محالاتهم، فبحث الكثير على هذه الرفوف في الأسواق وأماكن تم بيعها فيها، لكن التكلفة غالية الثمن، ويسألون عن أي رفوف أضعها في المحال، أمن الزجاج أو الحديد أو الألومنيوم أو الخشب. ومشاهدين الأعزاء، أيها الإخوة الأفاضل، على كل واحد أن يبحث إكمال تجهيز محاله التجارية، وفي حاجة للرفوف بأثمنة مناسبة، ما عليه إلا أن يبحث في الأثاث المستعملة يجد فيها أيضا الرفوف مثل هذه، ويقوم كل واحد بإطلائهم هذه الرفوف بالصباغة، ويحصل على همزة في الثمن وتخفيض في اليد العاملة. هكذا اكتسب الرفوف نظيفة بجودة همزة في الثمن وبوضعها في محاله التجارة كيف يشاء يضعها في محاله التجارة كيف يشاء، وبأحسن وضع البضاعة فيها، مثلا البضاعة التي بأثمنة مناسبة.
فمشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية الفيديو. هذا هو موضوع حلقتنا هذا اليوم، فلا تنسونا بالإعجاب والاشتراك. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله.